هذا هنا لوحة الماسية في جميع الأشكال والمقاسات، وتجي بأغراضها كاملة. هذا المقاس الصغير طبعا في أشكال كثيرة ما شاء الله تبارك الله، موديلات كثيرة مرة. وهذا هنا بعد ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها المقاس الصغير. بعد في هنا وبعد في هنا أشكالها كثيرة، وفيه أيضا المقاس الكبير أشكالها كثيرة. بعد يجي نفس الشيء بأغراضها كاملة وأشكالها كثيرة مرة. وهذا هنا بعد ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها المقاس الكبير. وهذه هنا القطن، القطن تجي بأغراضها أيضا كاملة، وفيه رسمات منها كثيرة. هذه هنا القطن أشكالها كثيرة. وبعد هنا فيه من الكبيرة هذه اللي وردتكم إياها أول شيء، رسمات كثيرة. وهذه هنا بعد تكملة للقطن، هذه كلها لوحات ماسية. وهذه هنا المقاس الكبير أو إكس لارج، فيها رسمات كثيرة ما شاء الله تبارك الله. هذه حوسة، هذه لو فكيتها، بس يلا خلنا نخرب شوي. شوف رسماتها ترى كثيرة مرة، هذه المقاس الكبير الإكس لارج. خلصنا كذا من اللوحات، فيه اللي تجي برواز، هذه زي كذا برواز، وفيه اللي تجي شفاف زي كذا، وفيه اللي تجي تعليقات تسويها تعليقات، تصنع التعليقة بنفسك مصورة لحالها، وفيه اللي تجي زي يعني صغر شخصيات صغيرة، تجي مجموعة شخصيات. وحياكم الله في محل كل شيء الرياض، النسيم الغربي، الرابط في البايو. كذا صورنا لكم جميع اللوحات الماسية، الصغير 8 والكبير 15 والقطن 20 والمقاس الكبير 25، وهذه البرواز 10 والتعليقة 30، وهذه 10. وحياكم الله.